أعلنت الممثلة المغربية لبنى أبيضار عن حملها بطريقة مثيرة للجدل، حيث نشرت على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام صورة لها ببطن منتفخ وأرفقتها بالآية الكريمة فضحكت فبشرناها بإسحاق، وانهالت تعاليق التهنئة والتبريك من المتابعين في الوقت الذي تساءل فيه البعض عن من يكون والد الطفل، وسخر البعض الآخر من طريقة إعلان الفنانة بأنها حامل، مشيرين إلى أن المولود سيكون هو المهدي المنتظر